إذا مشاهدينا الكرام مشاهدي قناة شوف تي في، أهلا وسهلا مرحبا بكم في هذا البث المباشر الجديد من مدينة سطات بالضبط من وسط المدينة بساحات محمد الخامس. كما كتشوفوا معنا يعني عمال الموقف يعني واقفين كيترزقوا الله يعاونهم الله يكون معهم. يعني كما كتشوفوا معنا مشاهدينا الكرام مشاهدي قناة شوف تي في، يعني عمال الموقف واقفين كيترزقوا الله باش يجيبوا طرفة الخبز اللي حلال. كما كتشوفوا معنا مشاهدي الكرام مشاهدي قناة شوف تي في، فالله يعاونهم والله يكون معاهم يا ربي. فمباشرة من مدينة سطات بالضبط يعني من وسط المدينة بساحة محمد الخامس، كما كتشوفوا معنا لهذا البث المباشر من مدينة سطات بالضبط يعني من وسط المدينة. كما كتشوفوا معنا مشاهدين كرام مشاهدي قناة شوف تي في، فالله يعاونهم يا ربي هاد الناس اللي كيضربوا تمارة وكيجيبوا طرفة الخبز حلالا طيبة. يعني الله يعاونهم والله يكون معاهم الله ييسر لهم امرهم، يعني اللي كيسعى في الخبز الحلال بطبيعه الحال وفي المال الحلال، فالله يعاونو يا ربي. فكما كتشوفوا معنا على هذا البث المباشر من مدينه سطات. يعني الناس اللي كيحتاجوا الناس ديال الموقف ولا يعني العمال ديال الموقف، ف ما نتحاسبش مع واحد الراجل كيترزق الله بواحد يعني بعرق كتافو كما كنقولوا، يعني ما نبداش نتحاسب معاه ولا نبدا نتساوى معاه. ف يعني الا مشيت لمركز تجاري ولا سميتو راه ما غاديش نبدا نتساوى مثلا، اما الا جيت لعند عامل ديال الموقف فغادي نبقى نتساوى معاه. لا ما نتساواش معاه، بالعكس انا نزيدو، يعني نقدر انا نزيدو من عندي مثلا يعني في المثال يعني تساويت انا وياه بواحد المبلغ مادي يعني كيدير مثلا 100 درهم، انا عطينا 200 درهم نزيدو انا فوق من. علاش؟ لان هاد الناس هادو كيبقى النهار كله مسكين وهو واقف يعني كيتسنى في القوت اليومي. كاين اللي عنده وليدات، كاين اللي عنده الكرا، كاين اللي عنده بزاف ديال الحوايج، كاين عنده مصاريف كثيره وكيتسنى من هاد الموقف هذا ومن هاد البلاصه هذه انه يعني كما كنقولوا يسترزق الله وياخذ طرف ديال الخبز حلالا طيبه. ف يعني نتعاونوا يعني مع بعضياتنا، نتعاونوا مع هاد الناس هادو اللي كما كنقول لكم يعني الناس اللي يعني محتاجين اننا نعاونوهم. يعني هما كيسعاش، يعني ماشي كيمد ايدو باش كيقول لك عطيني ولا سميتو، يعني خدام بدراعو. ف يعني نتعاونوا مع هاد الناس هادو، يعني الناس اللي في مدينة سطات اللي ما عارفينش الناس ديال الموقف كيكونوا هنا بوسط المدينه. يعني اللي سولتي وسط المدينه غادي تلقى الناس ديال الموقف يعني قربه يعني مقربه من 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 مداره الحصان او الرومبوان ديال العود المعروفه هنايا. ف كما كتشوفوا معنا مشاهدين كرام مشاهدي قناه شوف تي في، اذا مشاهدين كرام مشاهدي قناه شوف تي في نشكركم على حسن متابعتكم والى بث مباشر اخر ان شاء الله.